يسأل عن تكرار العمرة، أنه هو أخذ عمره ويريد يعتمر عن والدته، وقالوا له لازم 3 أيام بين العمرتين. لا، ما هو بلازم، لكن أحسن، أحسن أنه يمر وقت حيث أنه ينبت شعر الرأس علشان حلقه في العمرة الثانية، فأحسن أنه يكون بين العمرتين وقت بحيث أنه يظهر شعر في الرأس حتى تحلقه لنسك العمرة الثانية.